كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. طبعا احنا نذكر قصة واحدة من ملايين يدخلون في دين الله جل وعلا. هل تتصورون أيها الإخوة، هل تتصورون ماذا يعني، ما هي الأعداد التي تدخل في دين الله عز وجل سنويا؟ أنا أضرب لكم مثال بس بالكويت، بالكويت فقط من بعد التحرير إلى اليوم في لجنة عندنا صغيرة اسمها لجنة التعريف الإسلام، لجنة صغيرة، تعرفون كم واحد دخل في دين الله بس بالكويت؟ أكثر من 45,000 واحد، 45,000 فقط يدخلون عندنا في الكويت في دين الله جل وعلا. الناس تدخل في دين الله أحيانا يا أخوة ترى لموقف مع مسلم، أحيانا يفتحون القرآن يقرؤون آية من القرآن، أحيانا يقرؤون السيرة النبوية فيشوفون موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يشوفون إعجاز علمي، إعجاز علمي في القرآن. أضرب لكم مثال لرجل عالم أسترالي اكتشف اكتشاف خطير جدا في السنوات الأخيرة، عالم كبير أسترالي اكتشف أن جزء من تكوين النملة تدرون شنو؟ زجاج. وهو يقرأ ويبحث جاءه أحد المسلمين قال له حنا تقريبا كنا نعرف هذا من قبل. قال شلون؟ قال آية في القرآن النملة تقول للنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. والتحطيم عندنا باللغة أصدق ما يكون عن الزجاج. كان المفروض تقول النملة لا يطأنكم سليمان، لا يقتلنكم سليمان، لا أي كلمة ثانية، لا يحطمنكم صعبة. تحطيم لشيء تكسر والنمل ما تتكسر، لكن هذه اللفظة القرآنية تدل على أن في النمل شيء يتحطم. هذا الأسراري رفع يديه للسماء قال لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا كلام رب العزة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.